يقول: هل يجوز لي أن أشتري القرض الذي على شخص للبنك العقاري وأن أقوم بالتسديد أنا على التقسيط؟ لا، لا يجوز هذا. شراء القرض هذا شراء دراهم بدراهم، أكثر منها أو أقل منها، هذا ربا. فإذا كنت لست بحاجة إلى القرض، تقدم إلى البنك وأخبرهم، ينقلونه من اسمك إلى اسم غيرك، ليس ملكا لك تبيعه، وليس ملكا لك تبيعه. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا ربا، وهو بيع دراهم بدراهم.